لدينا نظام المعادلات y تساوي 4x ناقص 17.5 و y زائد 2x تساوي 6.5، ومطلوب أن نجد قيمة x و y. بالتالي نحن نبحث عن قيم x و y التي تحقق كل من هاتين المعادلتين. الآن أسهل طريقة للتفكير بذلك هي أننا قد وجدنا y في هذه المعادلة بالأعلى. دعوني أكتبها مرة أخرى، سوف أكتبها باللون الوردي. لدينا y تساوي 4x ناقص 17.5. إذن هذه المعادلة الأولى تخبرنا حرفيا بهذا التحديد، أن y يجب أن تساوي 4 ضرب x ناقص 17.5. الآن المعادلة الثانية تقول أنه مهما كانت قيمة y نضيف 2 ضرب x، وذلك يجب أن يكون 6.5. حسنا، هنا أيضا y يجب أن تلتزم بهذا التحديد هنا في الأعلى. عليها أيضا أن تحقق القيد أنها يجب أن تكون 4 ضرب x ناقص 17.5. إذن ما يمكننا عمله هو أنه يمكننا أن نعوض هذه القيمة لواي في هذه المعادلة. دعوني أوضح ما أقوم به. المعادلة الثانية هنا هي واي زائد 2x تساوي 6.5. نحن نعلم أن واي يجب أن تساوي هذا الشيء هنا. y يجب أن تساوي 4x ناقص 17.5. إذن دعونا نأخذ 4x ناقص 17.5 ونعوض مكان y بذلك. إذن دعونا نضع ذلك هناك. فإذا كنا سنفعل ذلك، إذا كنا سنعوض هذه الy ب 4x ناقص 17.5، لأن ذلك ما تخبرنا به المعادلة الأولى، عندها سوف نحصل على 4x ناقص 17.5 زائد 2x يساوي 6.5. والآن أصبح لدينا معادلة خطية واحدة بمجهول واحد. دعونا نجد قيمة x. بداية لدينا حدود x، حيث لدينا 4x ثم لدينا 2x. يمكننا أن نقوم بجمعها مع بعض. 4x زائد 2x يساوي 6x، ويصبح لدينا 6x ناقص 17.5 ناقص 17.5 يساوي 6.5. ثم يمكننا أن نزيح 17.5 من طريقنا من خلال جمعها لكلا طرفي المعادلة. إذن هذه سالب 17.5، دعونا نضيف موجب 17.5 لكلا طرفي المعادلة، ويبقى لدينا الطرف الأيسر سوف يكون فقط 6x، لأنه هذه 17.5 سوف تحذف، و 6x سوف تساوي 6 زائد 17 تساوي 23، ونصف زائد نصف يساوي 1. بالتالي هذا سيكون 24. ثم يمكننا أن نقسم طرفي هذه المعادلة على 6، كلا الطرفين على 6، ويبقى لديك x تساوي 24 على 6، وهو يساوي 4. بالتالي لقد وجدنا قيمة x للزوج من x و y الذي يحقق كل من هاتين المعادلتين. الآن نريد أن نجد قيمة y، ويمكننا عمل ذلك بأن نأخذ هذه ال x ونعوضها في إحدى هاتين المعادلتين. يمكن تعويضها في أي واحدة، ويجب أن تحصل على نفس قيمة y. دعونا نعوضها في هذه المعادلة بالأعلى هنا. فإذا فرضنا أن x تساوي 4، فهذه المعادلة تخبرنا أن y تساوي 4، 4 ضرب x، وهي في هذه الحالة 4. ناقص 17.5، ناقص 17.5. حسناً، هذا يساوي 16 ناقص 17.5، وهو يساوي سالب 1.5. بالتالي y تساوي سالب 1.5. إذن حل هذا النظام هو x تساوي 4 و y تساوي سالب 1.
ونصف سالب واحد ونصف. ويمكنك أيضا أن تتحقق من أن هاتين القيمتين يعملان بشكل صحيح للمعادلة بالأعلى، فإذا عوضت 4 ضرب 4 ناقص 17 ونصف تحصل على سالب 1 ونصف، وهما تعملان للثانية أيضا. دعونا نعمل ذلك في الثانية. إذا أخذت ناقص 1 ونصف زائد 2 ضرب إكس أي زائد 2 ضرب 4، ماذا يساوي ذلك؟ ذلك يساوي سالب 1 ونصف زائد 8. حسنا، سالب 1 ونصف زائد 8 يساوي 6 ونصف. إذن قيم x و y هاتان تحققان كلا المعادلتين.